بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. احرص على الموت توهب لك الحياة. يقول تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالشعب الفلسطيني المبارك في الأرض المباركة كلهم مشاريع شهداء. ولقد قلت من قبل أن أهل فلسطين استعجلوا ما يسمى بالفوز، وبعد الفوز يأتي النصر والفتح. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. نعم نعم يا رب، تؤمنون بالله ورسوله وقد آمنوا، وتجاهدون في سبيله بأموالكم وأنفسكم وقد فعلوا. النتيجة: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنة عدن، ذلك الفوز العظيم. هذا الفوز قد نالوه، وبعد ذلك يأتي إن شاء الله الوعد الثاني، ووعد الله محقق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، وعد الله. فيقول تعالى: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. في هذا المساء وقبل قليل تناقلت وكالات الأنباء ما وقع هناك في لبنان، في جنوب لبنان، من استشهاد 3 من القيادات في المكتب السياسي، على رأسهم النائب الأول صالح العروري رحمة الله عليه، ورحم الله من قضى شهيدا في هذه المعركة، معركة الطوفان التي جرفت كل خبث في الأمة، لا على مستوى الإعلام ولا الفكر، وعلى مستوى العلماء كما تعرفون. ولذلك أمام هذا الحدث فإنني أتحدث عن نقط 3 بسرعة بإذن الله. على مستوى بإذن الله تبارك وتعالى المقاومة، فإن هذه الحركة بإذن الله المقاومة قاداتها هم الذين يتصدرون الصفوف، ولذلك فإنه ما علمت لحد الآن في هذا العصر الحالي الحديث حركة مقاومة قدمت أكبر عدد من القادة كهذه الحركة. ولو رحت واستعرض معكم منذ أن بدأت بإذن الله بعد تأسيس الجناح العسكري، أسرد عليكم بإذن الله تعالى هؤلاء القادة، لرأيتم أنها حركة ولادة، وأن القائد يستشهد فيخلفه قادة. هنالك بإذن الله تبارك وتعالى عماد عقل وعدنان الغول ويحيى عياش والمقدمة وسعيد صيام وصالح شحادة والجعبري، والله أكبر، وعلى رأسهم شيخهم أحمد ياسين. فهي بإذن الله تبارك وتعالى حركة معلمة، هي القدوة التي تؤتسى، هي الأسوة التي تحتذى، هذه الأولى. ثانيا، أن من يدخل إلى هذا الميدان فهو دخل في صفقة مع ربه، فإما النصر أو الشهادة، وهذا هو بإذن الله تبارك وتعالى شعار هذه الحركة. في كل بيان تختم بهذه الكلمة: نصر أو شهادة. فهذه الأمة لا تموت، وأفرادها لا يموتون، إما الظفر والنصر والتمكين، وإما الشهادة، وهي إحدى الحسنيين. قال تعالى: هل تربصوا بنا إلا إحدى الحسنيين، هذه إحدى الحسنيين. فنيل الشهادة بإذن الله هو غاية المؤمن. أسمى غاياتنا هي أن نلقى الله تعالى شهداء، هذه الثانية دائما. والثالثة بإذن الله، لا زال يصرحون هؤلاء القادة أن نعل طفل يستشهد على أرض غزة فوق رؤوس القادة، لأنهم إنما يقومون بذلك
بأريحية وطيب خاطر ما دامت غزة قد ربت أجيالا في محاضن القرآن، كلهم ينبتون في تلك الأرض لإحداث التغيير في العالم، ولن يكون ذلك إلا على قدر صدقهم. وليس هنالك دليل على الصدق الأكبر هو الشهادة في سبيل الله. إذن هذه على مستوى، هذه الكلمة على مستوى إن شاء الله الحركة والقادة. الثاني، النقطة الثانية هي على مستوى العدو. فالعدو، وهذا الشهر الثالث تقريبا ونحن على عتبة ختامه، لم تستطع تحقيق أي من تلك الأهداف التي رسمتها. فهي رسمت أن تستطيع استرجاع ما يسمى بالأسرى، فلم تستطع. الثاني أنها بإذن الله تستطيع كسر المقاومة، فلم تستطع أن تفعل شيئا. ثالثا أن تقضي على الترسانة العسكرية وخاصة إطلاق الصواريخ، وأنتم ترون أن الواحدة صباحا في أول يوم من 2024 إذا بتل الربيع تمطر بهذه الصواريخ، في رسالة عجيبة في توقيت مهم، أن ما راهنتم عليه لم تحققوا منه أي شيء. إذن فكل هذا الذي كانت تعول عليه والأهداف التي رسمتها لم تحقق شيئا. إذن كيف تواجه الشعب هناك، شعبهم؟ ماذا تقول لهم؟ الأهداف كلها لم تحقق أي شيئا منها، بل تحول جنودهم إلى ما يسمى بالبط، كما قال الملثم وهو يتحدث، نصطادهم اصطياد البط. وأما قضية ترسانتهم العسكرية فأصبحت كالخردة. أنتم تعرفون أن الآليات لحد الآن بلغ عدد التي حيدت من المعركة 1000، بين دبابة وجرافة وناقلة جلد. الله أكبر. إذا فماذا عساهم يقولون لجمهورهم؟ ماذا عسهم يقول؟ أي انتصار هذا الذي حققوه؟ فكان لابد أن يفعلوا هذا الذي فعلوا اليوم، حتى يتظاهروا ويظهروا أمام جمهورهم أنهم استطاعوا تحقيق هدف كبير سيعتمدون عليه بعد ذلك ويبنون عليه الخطوات التالية. أما النقطة الثالثة وهي بإذن الله الحديث عن جنوب لبنان. جنوب لبنان بإذن الله تبارك وتعالى تقريبا المقاومة فيه هي مقاومة حزب الله كما تعرفون الآن. وقد أصيب هنالك هذا الرجل وصاحباه واستشهد الثلاثة. فالسؤال، ما الذي سيفعله حزب الله؟ سمعت أن القضية قضية تهم الحكومة، لكن هذا كلام فقط. فسنرى ما تبديه الأيام. فغزة في طوفانها جرفت كل شيء وأظهرت كل واحد على حقيقته. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.